طريقة تنظيف وتلميع الفضة، شوية بيكربونات الصودا وشوية ملح وقطع من الألمونيوم ومية سخنة، وبعدين نجيب الفضيات، شايفين عاملة ازاي؟ ابراهيم وجيهان ماما وبابا. خلاص مش هنقعد نرغي، ونسيبها 10 دقايق. دي النتيجة طبعا مش 100% برضو بتلمع، لان انا مش قاعدة في ميدان الجامع فاهميني، بس احسن كتير. يا جماعة ثواني، اسفة ثانية، بعد ما بتطلع من المية بندعكها جامد بقماشة عشان الصدى يطلع. بصوا بقت عاملة ازاي، دي الانيفرساري بتاعتي لو حد مهتم. طبعا كانت مصدية جدا لانها من ايام ما كنت كلبوبة، مش هينفع اوريكم الناحية التانية في ايه خالص.